رجعنا لكم مكملين معاكم اللي تبقى من حلقتنا. وصلنا للفينيش، وقبل ما نمشي للشيف فتحية خليني نحكي لكم على يسير اكسبريس لابليكاسيون دو ليفريزون اللي توصل لقضيتك مكلتك. طبعا زاد كيف كيف لي كوموند نتاعك حتى يشي الباب الدار حتى يشي الباب خدمتك براتيكمون موجودين في اكثر من ولايه على كامل تراب الجمهوريه من تونس الكبرى وصولا الى جربه. تنجم تكمندي مكلتك قضية دارك عبر كيف كيف يسير ماركت بكل ثقة وبكل أمان، والليفرور يوصل لك قضيتك حتىش الباب الدار. شتيت حاجة، شتيت منيو، شتيت ماكلة معينة، كيف كيف عندك حاجة تحب تهزها تنقلها، كيف كيف يوصلوا لك بكل أمان لأي نقطة أنت حاجتك بها موجودين. وين موجودة؟ طبعا يسير إكسبريس فيا لابليكاسيون، تنجم تيليشارجيها على تليفوناتكم الأندرويد وإلا على الـ iOS. طبعا تيليشارجيو لابليكاسيون إي كوموند librement via يسير اكسبريس. يعطيهم الصحه كالعاده، مشكورين يسير. وانا نتنقل ديريكتومون للشيف تحيه للكوجينه، عندي الديغوستاسيون والفينيش. المنيو نتاعنا اليوم لذه، الريحه فايحه على كامل البلاتو، على كبر البلاتو، بين الحلو والحار، المالح والسكري، فريمون حاجه روعه اليوم شيف. الوغ اليوم دبرتي، اليوم كانت بقى تيم تاعها حلالم. عملت اليوم حلال مجمرة فوق الغاز، معناها ما استحقيتش لا كوشة ولا ماهيش جارية، عملتها كيما نطيبوا الروز ولا النواصر الحاجات هذوكا. فورتها، حطيت لها، فوحتها بالطبيعة، حطيت لها طماطم سيكام دوبل كونسونتخي، طماطم فرشكا سيكام، ونشوفوا فيها كيفاش مرسويت طماطم مازالوا حية فيها، وهريسة بالطبيعة سيكام. جست فوحتها التفويح عادي، فورتها مره واحده وسقيتها وحطيتها تجمر. واحنا نعرفوا اللي حلال مورده الميزه الخاصه نتاعها كونها مصنوعه من القمح الصلب 100% من السيمول اللي هو بلي دور، وما تتحلش في التطيب، تقعد معناها شاده روحها. فوالا هذيك الحاجه الباهيه والنكهه نتاع زمان بالضبط، هذيك اللي في الحلالم ورده. معها هي عملت سلطه حلالم اليوم، علاش لا سلطه حلالم؟ ديما العباد نوعوا سلايت، لكن سلطه دو بات معروفين. صحيح. نعملوا سلطه مقرونه، سلطه روز، علاش لا سلطه حلالم؟ وي معاك. فوحتها بالتوسكي ساليسون من عند بنيغلين لا غروند ايبيسري، فيها ليمون وكبار وطماطم شايحه والسفناريه مالحه، معناها هذاك الكل الخلطه هذيك الكل اللي تعطيها نكهه بنينه، خاطر ما نحبش نفوح برشا انا في السلايت نتاعي. حطيت لها بالطبيعه جبن مليح كومباني قصيته ومغسو، وفوحتها بالزيت الكامل، زيت تن الزيت الزيتونه، تن البدر، حطيت جست فوحتها بك شويه الزيت، يعطي نكهه بنينه كعباد زيتون على وجهها، وتاكلوا بشفاء. مع هذا عملت الكيك هذايا سمارت شيف، الكيك ما بغي سمارت شيف، نجموا نوعوه برشا طرق، معناها مش لازم نعملوه جوست ولا مش لازم جوست كيك. انا عملته بالغرانولا، خلطته، وريتكم طريقه سهله نتاع قدانو، تفرشوه في طبق يطيب، ومن بعد تخرجوه تغصوه اون ترونش، اعملي شي عمل يولي بيسكويت كروكون بنين برشا مع الغرانولا اللي فيه، حاجه تولي متميزة للغاية. نشكركم على المتابعة والانتباه، ونشكر مزودينا على الثقة اللي عاطين هنا وعلى المنتوج المزيان اللي نتعاملوا به. ميرسي بوكو. يعطيك صحة شيف، ميرسي بوكو اللي انت، شكر كبير زاد كيف كيف من خلالك الكل مزودينا في الكوجينة دون استثناء. طبعا شكر كبير للفريق التقني وفريق الاعداد، يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قايمين وواقفين باش نقدموا احسن صوره واحسن كونتوني للساده المشاهدين. انا كيف كيف نحب نشكر مهي مودن على اطلالتي اليوم على الاوتفيت نتاع اليوم. مهي مودن تلقاوها موجوده في اكثر من ولايه، في اكثر من بوتيك على كامل تراب الجمهوريه. تابعوهم على الفيسبوك، الانستغرام، والا فيا لوغ سيت ويب، باش تتبعوا تو سكي نوفوتي، كل ما هو نوفيل كوليكسيون. تابعوا الكوليكسيون زاد كيف كيف نتاع رمضان، محضرين لكم حاجه ياسر مزيانه. نشكر كيف كيف فلور دو ليس، مون بارتنير اوفيسيال في الميزون بوتي. فلور دو ليس تلقاها موجوده في اللاك دو، موجوده في المنزه 8، وكذلك في المرسى، باج فيسبوك وانستغرام فلور دو ليس. نشكر شكر خاص لسي سايد شوسور اي اكسسوار، سي سايد ماركه تونسيه لكن بتقنيات وجوده وموديلات ايطاليه. تابعوهم على الباج فيسبوك وانستغرام، والا لوغ سيت ويب سي سايد شوسور
بلوزيوغ اي اكسسوار. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله نكونوا عطيناكم المعلومه والاضافه والنصيحه سيغتو الدباره اللي بنينا. ملتقانا ان شاء الله بشي جدد بكم غدوه في نفس التوقيت على نفس القناه. بقيه مشاهده طيبه لبقيه برامج قناه التاسعه. باي باي. بن مرياح علاش ليه؟ رتن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرها المحبة. La grande épicerie Benirlène, Zaret Melbarque.